الحمد لله أنني مع أهلي، جزء من أهلي هنا في برج باريريج، بعدما كنت مدة طويلة في العاصمة والأسبوع الماضي في سطيف. الحمد لله وأنا أرى الجزائر الوليدة، الجزائر الحقيقية، الجزائر الأصيلة، جزائر نوفمبر، جزائر متآخية، متراحمة، متعايشة، متحضرة، متفوقة على شقيقاتها، وكذلك شاهدة على الدنيا أن الظالمين لا يغادرون الحكم إلا بالسلم، مثلما أثبت شعبنا في نوفمبر أن الظالمين الغرباء لا يذهبون إلا بشهداء.